مكملين بباقي فقراتنا الصباحية لليوم، ودائما بنسمع مقولة بتقول انه العتب صابونة القلوب والعتب على قد المحبة. اليوم في ناس كتير وصلت لمرحلة بطلت تعاتب، دكتورتنا عم تقول هدول الأشخاص وصلوا لمرحلة النضج. يمكن تراكم المواقف وتراكم القصص اللي بتصير بحياتنا بتجرحنا من أشخاص معينين بحياتنا بتخلينا نصل لمرحلة أنه لو بحبونا ما وصلونا لهي الحالة أنه نحن نتجاهلهم ونمشي. اليوم العتب جميل ولكن مو لكل الأشخاص، مو كل حدا بحياتنا بيستحق أنه نحن نضيع طاقتنا ووقتنا ونستنزف كل الطاقة اللي جواتنا كرمال نعاتب شخص هو عرفان أصلا شو عامل، ولو ما أنه عرفان شو عامل ما كان في احيانا الشخص اللي غلطان بحقك بنظره عينه ببين انه هو غلطان وبيتهرب منك. اليوم الاشخاص القريبين جدا مو ضروري يكونوا اصلا اهل للعتب ايضا، مين انه الاشخاص نحن خرج ان نعاتبهم ونقول لهم انه انتم غلطتوا بحقنا؟ هدول المعلومات وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم وهي الدكتوره مريم حاج عثمان وهي استشاريه اسريه وتربويه. يسعد صباحك دكتوره. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. انا بدي اعاتبك من زمان ما شفتك. هذا على قد المحبه. حبيبه قلبي مشاغل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. دائما بنسمع مقوله خلي العتب له قيمه، ومو اي شخص بيزعجنا لازم نعاتبه. صحيح. والعتب للاشخاص الغاليين. صحيح. وكنت عم اقول لك تحت الهواء حتى احيانا الاشخاص الغاليين ما في داعي نعاتبهم، يمكن الواحد يوصل لمرحله خلص ما بقى بده يعاتب ولا يعرف شو عم بيصير ولا يسعى لإرضاء أحدا. خلينا بداية نعرف مفهوم العتب شو هو. العتب خلينا نقوله صفة راقية ما بيمتلكها كثير من العالم على فكرة، لأن هي بحد ذاتها فن نتعامل فيه مع ناس الطيبة اللي بتجمعنا بيناتهم علاقة طيبة، زواج مثلا، صداقة، جيرة، قرابة ممكن تكون. وهي العتب شو بيعمل؟ بيعمل اني انا هلا عم بعاتب لحتى انا ما فوت بخلاف او بمشاكل اكبر، يعني انا هلا الخلاف حاسه فيه ومشكله حاسه فيها، ولكن انا ما بدي اياها تتفاقم تكبر، عشان هيك بقعد انا بعاتب هذا الشخص اللي انا على علاقه طيبه معه وعلى محبه. بقول لك العتاب على قد المحبه اذا كان في محبه اصلا. ننتبه للموضوع كثير منيح، اذا انا عن جد في ود وفي صداقه وفي محبه عن جد انا بعاتب، ولكن العتب بيكون بتكنيك معين بشروط معينه مو مهاجمه. لانه هلا تحت الهواء كنا عم نقول في كثير ناس بتعاتب وبصير في مشاكل، لا نحن ما بدنا اللوم. في شعره بين العتب واللوم، اللوم هو عدائي، اللوم انه انا بدي ارجيكي اخطائي قدام العالم كلياتها، شفتي شلون اخطأتي معي بكذا وكذا، انا ليش تحملت منك هذا التصرف، تحملت منك هذا السلوك، ليه هيك عم تعملي معي، لو بتحبيني كنتي ما عملتي هذا معي. هذا لوم، واللوم بيكون عدائي ومهاجمه، واللوم بيكون كمان قدام العالم ما عنده مشكله. اما العتب فإله تكنيك ثاني يكون بيني وبين هذا الشخص. أنا تصحيح وجهات نظر، يعني هو اصلا العتب شو يا رشا؟ هو اصلاح. صح. اصلاح الشيء، العلاقه بيني وبينك مشان ما تكبر الفجوه بيني وبينك، وانا بقياني على العلاقه الوديه او العلاقه الجميله الطيبه اللي انا جامعتنا. دائما بالبدايه العلاقات نحن بنفكر انها حتضل ابديه، ودائما هي العلاقات اذا بدنا اياها تستمر لاطول فتره ممكنه لازمها مساحه امان. مساحه امان من الغضب، من الضعف، من الحزن، من الاشياء السلبيه اللي بتمرق بها العلاقه. هي مساحه الامان نحن بنسميها العتاب او المعاتبه. المعاتبه بدها تكون بطريقه طبعا تحترم الشخص الاخر وتحترم اصلا علاقتي مع هذا الشخص الاخر. هلا في عالم حتى بتعاتب بتقول لك انا هلا حقطع له كرت وبدي اعاتبه وبعدين اقطع له كرت. لا ما صارت، ما لها معاتبه. هي المعاتبه فقط للناس الطيبين اللي نحن بشكل وبحياتنا علاقه جميله، علاقه سويه، علاقه طيبه نحن بدنا نحافظ عليها. اكيد اليوم مثل ما قلتي نحن ما فينا كمان نتخلى عن كل الاشخاص بحياتنا، ولكن يمكن دكتوره بتحسي انه بهذا الوقت وصلنا لمرحله انه اكتفينا بالبعض. يعني بعد تجارب كثيره، يعني نعم. صار اذا بتملكي صديق واحد او صديقه واحده قادره عن جد تسميها بهذا المسمى فهي نعمه ورزق من رب أكيد العالمين. اكيد انت محظوظه طبعا، يعني بتكوني محظوظه. خليها بالسر مشان العين. طب دكتوره اليوم احيانا هذا العتب بيكون له تاثير يعني سلبي
أكيد. وقلتي إنه بقى التكنيك ممكن يكون نستخدم الطريقة الغلط فبيكون الموضوع سلبي، خلينا نحكي عن التكنيك الصح، شو تأثيره السلبي عن كان على حياتنا أو حياة الآخرين؟ هلا أنا إذا كنت عم بعاتب شخص على أقل ظرف أو أقل مشكلة أو أقل خلاف، هذا بيدعو للشخص الآخر إنه يصير عنده ملل، يعني هلا بدها تقعد تعاتبني، بدها تقعد تقول لي قدام العالم، بدي أقعد أنا أشوف المشاعر السلبية وتحسسني بهالمشاعر السلبية، لا أنا لا أهرب، أنا لا ما عاد أقعد، أنا ممكن عاندها أكثر، عاند هذا الشخص أكثر، إذا بدها تحط علي نقطة أنا بدي أحط عليها 10 نقط. وضحت الفكرة؟ فأنا ما بفوت أنا كمهاجمة لهذا الشخص، أنا بفوت إني أنا بتحرى الوقت المناسب. خلينا نقول إذا بدي أنا عاتب، أنا أهم نقطة بالعتاب هو تحري الوقت المناسب. حتى بيقولوا إنه التوقيت المناسب هو الكلمة السحرية أو المفتاح السري لأي نجاح، التوقيت المناسب. إذا أنا بدي أدرس في توقيت مناسب، إذا أنا بدي أشتري أي شيء وتوفق فيه في توقيت مناسب، بدي بيع شيء في توقيت مناسب. فأنا لما بدي عاتب المفروض أتحرى التوقيت المناسب لهذا الشخص، ما يكون تعبان. هي بدها مهارات دكتورة طبعا، ما إن هنك إنه هو فن ما بيمتلكه كثير من العالم. بس أنا إذا بدي حافظ على العلاقة الطيبة بيني وبين هذا الشخص اللي بتجمعني فيه علاقة ودية وعلاقة حب وعلاقة صداقة، وما بدي أخسره، هو 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 إنسان رائع بالنسبة لي، ما بدي أخسره، فأنا لازم أعرف كيف وجه العتاب لحتى يوظف هذا العتاب لصالحي وصالح العلاقة، ويكون في بيناتنا هذه الجسور الودية. اللي بدي حافظ على إذا بدي حافظ طبعاً برجع بقول إنه أنا لما بدي عاتب أنا بعاتب شخص محب وليس شخص عادي طبيعي عادي أنا بتجمعني في علاقات اجتماعية عادية. أنا لازم يكون في علاقة طيبة بيني وبينه، فالتوقيت المناسب جدا مهم لحتى أنا بلش بالعلاقة العتاب. وزائد الكلمات المختارة الصحيحة اللطيفة، يعني دائما نحن بنختار، انت لو بتحبني اصلا ما بتعمل كذا بين المراه وزوجها، فاذا لا يمل لا يمل، اذا لو بتحبني كنت عرفت لحالك، لو بهمك كنت عرفت لحالك. تماما. لا انا الفكره بالموضوع اني انا ممكن عاتب ولكن باسلوب لطيف، بك اختيار كلمات لطيفه بتناسب هذا الشخص وبتناسب نمطية تفكيره بتناسب نمطية شخصيته. برجع بقوله هو فن، نحن بنقدر نكتسب هذا الفن لما بنتدرب عليه شوي شوي. هاي النقطة. النقطة الثالثة اللي نحن بدنا نقولها انه انا كمان لعاتب المفروض كتير مهم اني انا ما اشير باصبع الاتهام اليك. انت عملتي معي كذا، انت عملتي معي كذا، طب ليش ما تشيري هذا الاصبع لإلك لحتى تلطفي الجو؟ شو يعني؟ يعني عوض ما اقول لك ليش هيك عملتي معي، كان بالأحسن تكون عم تعملي معي مثلاً 1 2 3. لا أنا بقول لك أنا لما عملتي معي هذا الشيء حسيت مثلاً بخزدان، حسيت بضعف، حسيت بقلة محبة، حسيت إنه ثقتك فيني قلي. أنا مع إنه أنا بدي أرجيكي إنه أنا معاتباني عليكي، ولكن أحمل إصبع الاتهام باتجاهي أنا لحتى لطف من خلينا نقول العدائية، لأنه أحيانا نعبر عن شيء حسيناه يعني بسبب هذا الموقف. شوفي رشا شو بيصير لما أنا بيكون بفترة ألم أو فترة غضب أو فترة أني أنا أخدع خاطري، فممكن تعلى الوتيرة شوي ويصير الغضب يتملكني، فبصير الهجوم بأجل العتب. تماما بهجوم بيصير بيأجج وبيستفز العناد عندك، فأنا شو بعمل؟ باخدها لصفي ولصالحي وبوظفها لإلي، وبصير أنا بقول أنا حسيت انك لما عملتي معي هذا الشيء حسيت شوي انه انا ضعيفه او حسيت انه عدم ثقه او فانا برجعها بجيره لإلي، فبصير بيتعاطف معي ما بصير يعاند. حسيت بالذنب يعني، مو بالذنب، خلينا نقول مو بالذنب، انا بوضح له الافكار اللي انا بيني وبينك عم تعمل هذا الشرخ ما بدي اياها تكبر لاني انا محافظه على العلاقه. هلا في كثير امور بتصير انه بتقولي لي طب انا عاتبته اول مره، عاتبته ثاني مره، عاتبته ثالث مره، بقول لك ثالث مره عم يكرر نفس الشيء. وقفي، لا تعاتبي اكثر من 3 مرات، مرتين الثالثه لا تعاتبي. في انواع للعتاب، في عتاب بالمواجهه البسيطه، وفي عتاب بيتاخذ بمزح ممكن هلا نحكي عنه، وفي عتاب بيتاخذ العتاب القاتل خلينا نقول هو هذا الصمت. انا بحبه هذا الصمت. هذا الصمت اني انا اصمت، لكن اقوى انواع العتاب هي النظره والصمت، انه انا ما عاد صرت عم بتعاطى معك مثل الاول، بس انا ما عم بنسحب. شبكي شو بدك شبكي ليش ما تغيرها؟ بس المكانة بتكون تغيرت، يعني في شيء تغير. هلا مكانتك ما تغيرت، ولكن انا انت بيكون مكانة هذا الشخص تغير تجاهك، لهيك التزمتي الصمت. اكيد هلا انا كنتي انت جوا، بعدين صرتي بمكانك هون، طب صرتي مكانك هون ما عاد عاتب. انا ما عاد عاتب، اذا كنتي انت جوات القلب
وانا محافظه على العلاقه العاطفه بيني وبينك انا هون ممكن انسحب تكتيكيا شوي شوي. اذا انت ما همك اوكي صرتي برا، صرتي برا بكل بساطه، صرتي برا فما عاد يهمني العتاب ولا عاد يهمك العتاب. العتاب برجع بقول للناس اللي بتجمعنا بيناتهم علاقه طيبه ومنتاكد انه هن بيحبونا مثل ما نحن بنحبهم. اما اذا انا بدي على اقل وعلى اضعف الامور عاتب فصار يمل، بده يتعب الواحد كثير. هلا بدها تيجي تعملنا القصه نفس السيناريو نفس الاسطوانه، اقول لك شو بده يصير بعدين، سمع لك اياهم بصيروا بيحكوا، بصير يعني سخريه، بصير علاقه. هون الشخص هذا اللي عم يرجع يعيد الاسطوانه، ما فينا نقول ما انه مجروح، ما فينا نقول انه انت مانك غاليه كثير عنده لهيك اثرتي في كل هذا التاثير يعني. طيب بهذا العتب المتكرر له. هلا شوفي في عندنا لغات الحب الخمسه لغات الحب الخمسه اللي ممكن انا ما اقدر اعطيك اياهم. هلا انت لغه الحب عندك الكلام، انا ما اقدر اعطيك الكلام. انا لغه الحب اللي بعبرها لتجاهك هي لغه انه انا بعمل لك خدمه، انا عم بعمل لك خدمه، عم باخذ عن كاهلك واجب، انا هي عم بعبر لك عن محبتي. بس انت هي اللغه انت ما بتحكي فيها او ما بتترجم عندك، ما بتلامسني دكتوره، ما بتلامس يعني تمام. هلا في لغه الحب اني انا بدي اسمع مدح، بدي اسمع كلام، سمعني مدح، سمعني كلام. في لغه ثانيه لا بتقلك لا عملي لي خدمه، ساندني. في لغه ثانيه اعطيني هدايا. فاللغه اللي انت بتحبيها ممكن غير شخص ما يحكي فيها. فانا بدي اعرف كمان لغه الحب تجاهك شو هي، مشان هيك عم بتعاتبيني. خلينا نروح لشغله كثير مهمه، انه ليش العتب، شلون بيخلق العتب، يعني ليش فلان بيعتب على فلان. في صورة ذهنية الناس حاططها وهي نسبية، اني انا حاطة صورة ذهنية، اذا صارت الصورة انا متوافقة مع هدول الاشخاص، متوافقة مع العالم. اما اذا ما توافقت الصورة الذهنية مع السلوك العالم فانا هون ببلش بصير عندي مشاكل، وانا مالي سعيدة بحياتي وانا مالي رضيانة. فالصورة الذهنية بدك تعرفيها، يا هل ترى هو مقصر ولا انا حاطة صورة ذهنية معينة ما طابقت هذا الصورة، فأنا قلت عنك أنك أنت مقصر معي بجوانب معينة. فبدي أعرف الصورة الذهنية شو هي، أنه يا هل ترى هذا الشيء طالع مني ولا هي لا أنت عن جد أخذ جانب تاني. وإذا أخذ جانب تاني لازم أنا أجي هون عاتب هذا الشخص. كتير مهم نقعد نحكي برواء، نحكي مو قدام الناس. هذا قولا واحدا، لما بدي عاتب انا ما بيصير يكون قدام الناس، اتحرى الوقت المناسب، يكون في تكنيك اني انا جير الشغله علي واحساسي عليها لحتى وصلها للاخر. هيك بيكون توظيف العتاب صحيح. طيب احيانا بيكون في اشخاص كثير مقربين، ممكن ماما عملت معي موقف، ممكن اخي، ممكن اختي، انا اليوم هدول الاشخاص اجباري عني بدي عاتبهم لحتى اوضح لهم الصوره، بجوز هنن مثلا ما انا منتبهه هي على الموقف اللي عملته، فانا صحيح. مضطره اني عاتب. لكن في بعض الاحيان مثل ما ذكرتي انه الواحد بيلتزم الصمت مع الكل، انه انا خلص اللي فيني مكفيني، ما بقى بدي عاتب حدا، حتى الاشخاص المقربين، حتى الاهل، انا مكتفيه بالهموم اللي عندي. هذا الشيء برايك صح؟ لا، هذا الشيء خاصة بالأقارب والناس اللي بتربطني علاقات ما بقدر أقطعها. لما قلت لك أنا بعاتب أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة بنسحب، بشوف أنا غلاوتي عند هذا الشخص شو، بنسحب. ممكن لحالهم رح يرجعوا يسألوا أنت ليش زعلانة، تماماً شو السبب، تماماً حتى. لأنه في صلة قرابة وصلة دم، فأنت مو بعادتك، مو طبيعتك. ممكن تكون أمور الحياة وظروف الحياة أخذتهم شوي ما تغيروا، ولكن في ظروف أحيانا وضغوط. في مواقف ممكن يعمل الواحد ما أنا منتبه عليها من دون قصده، لحتى تعاتبي لحتى هو يتوضح أنه منيح اللي قلتي لي، أنا ما كنت منتبه أنه عملت. ولكن كيف هيك. لازم تكون العتاب، لازم تكون العتاب مثلا بقعدة رايقة هادية، خاصة مع العائلة، ما يكون وتيرة الصوت ارتفعت جدا وتنسحبي. قولي بعدين بحكي، خاصة إذا أنا بنفعل دغري مباشرة، مشان ما تعاندي، تخلي هذا الشخص يعاندك. فأنا بعمل بالكلمات الطيبة، هي الدخلة اللي نحن بنقولها، أنت عملتي معي كذا، لا فوتي شوي شوي، أنا اليوم حاسة حالي مالي مبسوطة، ليه؟ لأنه والله صار معي بهذا الأمر اللي أنت عملتي، حسيت إني أنا شوي كنت أقل الثقة من السلام لما أنت كنتي تثقي فيني، أو ما عاد وكلتي لي أمور، لأنك ممكن أنت ما عاد أنا عندي أهمية بالنسبة إليك، وا وا وا، حتقول لك لا أكيد، بس أنا في عندي بسيارة تتبرر. العتاب لازم يكون مختصر، واضح، ولا تطولي فترة العتاب، ولا تكون في كلمات قاسية أو جارحة، ما يتكرر وما يتكرر لنفس الموقف. وغير هيك أنا في عتاب مثلا في شغلات بسيطة ما بحطك وبعود بعاتب، يعني مثلا رحتي مثلا مشوار مع رفقاتك وأنا ما أخذتيني معك. طيب بتصير. فأنا مثلا عرفت منك أنك أنت رحتي، طب أنا شلون بدي عاتب، أحطك وأقعد وأحكي قصة؟ لا أكيد لا، أنا فاهمتك كمان مبروك، أنا بتذكرك بتصل فيكي وبنزعلك المشوار. لا أكيد لا، ولكن هون بتجي المزحة، هون بتجي مزحة، يعني انت هلا انبسطتي بدوني،
معقولة؟ بحب كثير ثاني مرة انك تدقي لي وتحاكيني، اه لا تواخذيني مثلا. هي المزحة، هي النكشات، اما اذا كان العتاب قصة كبيرة فانا لازم اقعد واحكي بهدوء واحكي بكلمات ما تكون جارحة واتحرى الوقت المناسب، هي اهم شغلة. هلا مخرجنا عم بيقول لي انه العتاب هو صابونة القلوب او هيك يجلي القلوب اذا كان مع الشخص المناسب. اه تماما، حسين وبالطريقه المناسبه والطريقه المناسبه. طيب اليوم دكتوره، شخصيه الانسان بتلعب دور جدا مهم، أكيد. ان كان الشخص اللي عم يعاتب او الشخص اللي واقع عليه موضوع اللوم. في ناس بتحسيها بتشعرك بالضعف اذا عم تعاتبيها، انه انت ضعيفه، انت بلاي ما فيكي. هون رجعنا لشخصيه الانسان. وفي ناس اذا عن جد بتكون هي ضعيفه، يعني هي انه ما فيها بلا كيف على كل شيء بتعاتب، هون الطرف الاخر بيقوى. يعني هون دخلنا بالحاله النفسيه، تمام. شلون بدنا نوصل هاي هلا الصحة؟ اذا انا هي الحاله وصلت لها، انا بدي اعرف هذا الشخصيه شو، خاصه الشخصيات النرجسيه لا تقبل الاعتراف بالخطا نهائيا، حتى لو كانت مخطئه وحتى لو كان العتاب بتكنيك صح وباستراتيجيه صح وبطريقه صحيحه. النرجسي لا يقبل العتاب ولا يقبل اصلا انك انت توجهي له حتى اخطاء. فهو بيقلب الطاوله عليك. لا، وبيعالج الخطا بخطا آخر. بدل ما يقول لك انا اسف بيروح بيحكي شيء ما لازم ينحكى او بيعمل شيء ما لازم ينعمل. هلا يعني هدول الاشخاص انا اللي المفروض اذا كانت سله قرابه دم المفروض اني انا ما عاتب بالعتاب الصامت، هي نقطه. النقطه الثانيه اذا ما بيهمني امره الافضل اني انا هي علاقات ساميه اني انا احاول اني اقطعها قدر المستطاع. هذا العلاقات الساميه انا ما بضيع طاقتي فيها، ولكن اذا في صله قرابه انا في عندي العتاب الصامت اللي انا ممكن انسحب تدريجيا لحتى انا ما افقد طاقتي وحتى ما افقد علاقتي مع هذا حتى لو الشخص. في صله قرابه اليوم وقت انت بدك تتعاملي مع شخص نرجسي، شو ما عملتي وشو ما حكيتي هو دائما هو الصح وانت الغلط، ما هي علاقه يعني انت بتتعبي ما بقى فيكي قد ما كان الشخص مقرب لك، لانه هو العلاقه مع الشخص النرجسي علاقه سامه. لان احنا وصلنا يعني لظروف ولوقت يعني كل واحد اللي فيه مكفي، ما بقى حدا له خلق لا يعاتب ولا يريد ولا يواجه. هلا رشا قالت لي تحت الهواء، قالت لي اللي ما بيهمه شو بيعمل. هلا بصير انه عندي تجارب كثيره فانا ما بدي ضيع وقتي ولذة الحياه وطاقه الحياه كلياتها اني اقعد انا عاتبك. يلا سطحي مشي، انا صارت عندي لذة فيها القصه انه هذا الصمت، يعني صمت اوكي، لانه صار عندك مستوى من النضج ممكن انت عم تستخدميه لصالحك. قد ايه بتستفزي الطرف الاخر؟ انا رشا يعني انا ما بدي استفز الطرف بس هو الآخر. هو يعني كشخصيا يعني يعني هو بيوصلوا هذا الشعور انه فلان ما عاتبني. يعني هلا اكيد اذا كانت علاقتي طيبه معه وبعدين صارت انه لا رشا مو مثل قبل، اكيد، ولكن انا مو غايتي استفز، انا غايتي رجع العلاقه الطيبه الوديه اللي كانت، ولكن بمحض ارادته وارادتي. مو انا بدي اقعد يعني استعطفه لحتى يرجع علاقته مثل ما هي. انا ما بدي شوفي كمان في شغله، العتاب ما بيكون على المشاعر بيكون على السلوك. يعني انا ما بقدر انا اشحد المشاعر، تحبيني يعني اقعد عاتبك ليش ما بتحبيني ليش ما عملتي، لا انا بعاتب على السلوك. ممكن انت اخطأتي بتصرفات بسيطه بحقي بسمعتي بتصرفات ممكن تكوني عن قصد او غير قصد، انا هون بعاتب. اما المشاعر انا ما بمتلكها، ما بقدر صحيح ما بقدر تجي هيك من القلب يعني. تماما هي هي الفكره. تمام. طب خلينا هيك نرجع ونحكي عن العتاب بشكل عام. اليوم حتى الأطفال وصلوا لمرحلة كمان بيعاتبوا، بيقولوا أنا بدي عاتب رفيقي عمل معي كذا بدي عاتبه. يعني الأطفال يمكن لازم تكون عندهم هذا المفهوم مختلف عننا نحن. اليوم عند الأطفال بيتصرفوا يمكن ببراءة، أنا عاتبت رفيقي أو أنا ما عاتبت رفيقي لأنه عمل معي هيك، أو إذا ما عاتبته رح ضل أنا زعلان منه على طول. تمام، انا هون حلو كثير اني انا ربي ابني وبلش اعطيه هدول التكنيكات البسيطه بحسب ادراكه. برجع بقول لك في شعره بين اللوم والعتب. هلا انا اذا بدي اقول لابني عاتب رفيقك قدام رفقاتك كلياتهم هذا صار لوم، ورفيقه حيصير يعانده اكثر، فانا من هو وصغير حقول له اذا انت حابب رفيقك بدك تضل على علاقه طيبه مع رفيقك، خده على جنب بوقت كتير حلو بوقت الفرصة مثلا، وقول له أنا عندي واحد اثنين ثلاثة ليش هيك عملت معي. أما إذا كان قدام رفقاته كلياتهم، شوفي نحن النفس عنا في عندها دفاع أنه أنا تشوه صورتي قدام العالم، فأنا لازم شو أعمل، لازم دافع عن هالصورة تمام صار عندي هجوم. فأنا لا، أنا بعلم ابني كيف حتى لباقة وكياسة كيف يعاتب بكلمات بسيطة بتكنيك بسيط كتير حلو إذا أخده على جنب وحكى.
وهي نحن المعلمات نحن بنقول لهم بدك تعاتبي ولد كمان خديه على جنب، لا تعملي قدام كل الصف تحكي معه وتعاتبيه ليش ما جبت وظيفتك، هذا اسمه لوم. اللوم بدغري الجهه الثانيه تبعه هجوم عدائيه، اما العتاب هو ود ومحبه. قد ايه عم نشوفها بالمدارس هي القصه؟ يعني ما هي الطالب ياكل بهدله قدام، ما بدنا نعمم اكيد لان القصه نسبيه صحيح، بس هي موجوده يعني ما بدنا نجرم الواقع. بيجي طفلك بكيان يعني اليوم الطفل للاسف صار يعني حساسيته جدا عاليه وبطل بيروح على المدرسه بكل شيء، بيقول لك مثلا بهدلتني قدام رفقاتي او عاتبتني قدام رفقاتي، صرخت. الطفل اليوم في ثقافه خاصه مفروض يعني الواحد يتعامل معه فيها. صحيح. هلا الفكره بالموضوع انه نحن هلا بنأهل المعلمات وبنقول لهم في احتياجات نفسيه لكل طالب حتى لو كان عمره 3 سنين او سنه، في احتياجات نفسيه هي التقدير والاحترام. التقدير والاحترام المفروض يكون حتى لو ولد صغير. نحن المشكله عندنا بالمعلمات انه صغير ما بيفهم او لازم اربيه، لا مو الفكره هيك. بتربيه بحب، في شيء اسمه تربيه بحب، تربيه باحترام. اي شيء انت منه الاحترام فشل، واي شيء كان فيه الحب انا بدي اسعى لارضائه. صحيح. للمعلمه صحيح، انا صرت حب مشروط. صح. فانا اذا بدي يصير حبك لحتى انت عم تعملي كذا وكذا، صار معناتها انت عم بتربي طفل هش، مما كان بعدين كبر حيلعب بمعتقداته، حيلعب بمبادئه، حيستغله استغلال كثير سيء. فلا، انا الفكره اني انا احترمه حتى لو كان صغير. يعني لا للمعلمه انه هو صغير، ولكن هذا الصغير الكبير بعدين حتلاقيه العمر عم بيركض، وهذا الطفل بده يحب يرجع على المدرسه، ما بده يتحجج انه انا تبهدلت قدامه. الذاكره اليوم لكن هي الذاكره حديديه وفولاذيه بالنسبه للطفل، رح تكبر معه وبتكبر وبتتوسع وبصير عنده مثل ندوب ما بتشفى. فانا ليش لفوت حالي بهذا المتاهات؟ لا، انا بحكي مع هذا الطفل بيني وبينه، احكي شو بدك، بيني وبينك بتتقبلي، بس لما يكون في جمع وجمهور تخجلي. انا عم خجلك يعني. انا ما عم عاتبك، انا صرت عم خجلك وانا عم احطك قدام اخطائك وخليني اقول حطك مشاعر سلبيه ما انت ما حابه تفوتيها. فلا، ما صار عتاب، صار لوم، ولوم بطريقه سيئه حتى بيجرح. دكتورة مريم، اليوم هيك هذا الحديث جدا شيق يعني، واليوم هو جزء من حياتنا اليومية. أكيد. ما في يوم بيمرق ما منعاتب أو منتعاتب أو منطنش أو منروح ليلة أو مننضج أو نسأل. هاي المرحلة أنا كثير مبسوطة فيها. صحيح. صمت قاتل. صحيح. يعني شكرا لحضورك اليوم. هيك نتمنى يومك يكون حلو رواء بعيدا عن العتب والطاقات السلبية. إن شاء الله بيت نهار حلو لك. شكرا لكم إن شاء الله.